التواصل مستمر مشاهدينا مستمعينا الافاضل باندفاعة وانطلاقة الشعارات الكبيرة المتواجدة على ارضية ميدان التحدي ميدان الشحانية انطلاقة الشوط السادس لفئة الحقائق القعدان ينطلق من مسافة 3 كيلومترات نتابع هذا التحدي الكبير وهذا المسار نتابع هذا المسار باندفاعة وانطلاقة هذه الشعارات الجميلة التي تنطلق باحثة عن الناموس وعن الانتصار نتابع البداية أول المراكز شعار هجن السهلية مع الكاسر ينطلق في مقدمة هذا الشوط يقدم لنا اندفاعة الكاسر الذي يتواجد في مقدمة الشوط بينما المركز الثاني أتابع القادم والمنطلق في هذا التحدي ومسار هذا الشوط مع الهارب علي بن خجيب بن عايض بن فرج العذبي هنا متواجد ولكن الكاسر تسلل وعاد مباشرة إلى المقدمة بشعار هجن السهلية هذا الشعار المميز الكبير الذي دائما يتواجد في هذه المحافل المميزة نتابع المركز الثاني نتابع الشعارات هنا بن جرحب غادم متواجد مشارك في هذه المنافسة يتقدم مع نواف حمد بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب المري تسلل مباشرة مع نواف إلى الصدارة الكاسر لهجن السهلية مع المركز الثاني المركز الثالث نتابع القادم والمتواجد هنا السردال هزاع بن حمد بن صالح بشريدة المري مشاركا في هذه المنافسة على المركز الثالث المركز الرابع القادم والمتواجد في هذا التحدي الكبير نتابع اندفاعة تحدياتي وتواجد معزم لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية مع المركز الرابع المركز الخامس نتابع هذا الانطلاق والتحدي مع هذه الشعارات الكبيرة التي تتواجد في هذه المنافسة المميزة نتابع الأسماء نتابع هذه الشعارات التي تنطلق في هذه المنافسة المميزة المركز الخامس هنا موحش لبراك بن فهد بن محمد آل زفدان المري مع موحش على المركز الخامس هذه النتيجة مشاهدينا مجتمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى المسيطرة والمتواجدة في موقع التحدي والمنافسة بينما هنا الأسماء الكبيرة التي تشارك في هذه المنافسة المميزة نعود مع الصدارة نعود مع نواف حمد بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب المري هنا ينطلق ينفرد في مقدمة هذا الشوط يسيطر على زمام الأمور بينما المركز الثاني معزم قادم شعار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية يتواجد عندما وصلنا إلى الكيلومتر الأخير والخطير موحش على المركز الثالث هنا ينطلق في هذه اللحظات بمشاركة براك بن فهد بن محمد آل زبدان المري يتواجد ولكن الله وصل ابو شارب بهذه اللحظات غادم في هذا التحدي مع اليماني حمد بن محمد بن علي بن سعيد ابو شارب المري مع اللحظات الاخيره والخطيره غادم بكل قوه يقدم لنا اليماني ولكن نواف بن جرحب ما زال مع القياده والرياده ما زال ينفرد في مقدمه هذا الشوط ينطلق شعار حمد بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب المري اليماني على المركز الثاني ابو شارب غادم بكل قوه حمد بن محمد بن علي بن سعيد بشارب المري هنا ينطلق في هذا التحدي ينطلق في هذا المسار الجميل نواب بن جرحب اليماني مع بشارب في هذه المنافسة المميزة في هذا التحدي الجميل في هذه المعركة من أجل الناموس ومن أجل الانتصار نواب بن جرحب ما زال صامدا اليماني مع بشارب يحاول مع الأمتار الأخيرة الله 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 نواف اليماني بن جرحب بشارب معركة من أجل الظفر في ناموس هذا الشوط نواف اليماني نواف ما زال صامد اليماني يحاول يماني ولكن نواف بن جرحب ما زال صامدا مع اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة ولكن الناموس مع بن جرحب نواف يحقق هذا الانتصار تهاني والناموس لحمد بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب المري على فوز نواف وتحقيق للإنجاز المركز الثاني اليماني لحمد بن محمد بن علي بن سعيد بشارب المركز الثالث معزم لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية المركز الرابع وصل في المركز الرابع أبلج لحمد بن محمد بن علي الشراب المركز الخامس
مركز الخامس موحش لبراك بن فهد بن محمد الزبدان. هكذا مشاهدينا مستمعينا الافاضل تابعتم مع المنافسه والتحدي في شوط السادس للحقائق القعدان مع معركه الشعارات الكبيره والمميزه التي تشارك في هذه المنافسه على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه نواف واليماني. منافسه حتى الرمق الاخير، فكان نواف حاضرا متوجا بناموس هذا الشوط. 4:29 92 جزءا من الثاني، تهاوي الناموس لحمد بن محمد بن جرح بالمدي على فوز نواف وتحقيقه للانتصار. المركز الثاني اليماني 4:30 42 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن علي بن سعيد بوشارب على فوز اليماني في المركز الثاني. المركز الثالث معزم بشعار العطية عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، تهانينا والناموس على فوز معزم في المركز الثالث، جاء بتوقيت زمني وقدره من مسافة 3 كيلومترات. 4:37 28 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية على فوز معزم في المركز